ثانوي عايزين نعرف النظام بتاع التعليم الثانوي. ببساطة شديدة انت في المرحلة الاعدادية كان بينطلب منك ان انت نكتشف اذا كنت حافظ ولا لا، فكنا بندي لك محتوى تعليمي في مادة العلوم ونقول لك عرف مثلا التيار الكهربي، عرف فرق الجهد، مثلا عرف الخلية النباتية، قارن بين الخلية النباتية والحيوانية. فكل الأسئلة دي كانت بتعتمد على مهارة الحفظ، يعني كانت بتقيس عندك مستوى من المستويات التعليمية، مستوى واحد تقريبا اللي هو مستوى الحفظ، بشوفك حافظ ولا فاهم ولا لا. وكان هنا للأسف من ضمن عيوبها إن كان بيتساوى فيها الطالب الحافظ والطالب الفاهم، وفي الغالب من خلال الدراسات التربوية اللي أكدت إن الطالب الحافظ بيتفوق على الطالب اللي فاهم للأسف، يعني بياخد مكانة الطالب اللي فاهم. لأني أنا وأنا بقول لك عرف مثلا التيار الكهربي أو عرف شريط التيار الكهربي وأنت بتكتبه، أنا ما قدرتش أقيس إذا كنت فاهم شريط التيار الكهربي ولا لأ، ولكن أنت كتبت كلام بالعربي صح فأنا اديتك عليه الدرجة. طيب، وكان نظام الأسئلة مش نظام أوبن بوك. يعني إيه مش نظام أوبن بوك؟ يعني مش مسموح لك إن أنت تخش الامتحان بكتاب المدرسة، وإذا يعني تم اكتشاف إن معاك حاجة من الحاجات دي ده بيعتبر غش. لا، إحنا في النظام الثانوي هقول لك كلام هتحس إن إيه ده، طب ما التعليم سهل أهو، وبعدين هتكتشف لا إن الموضوع أصعب. يعني هو في أوله كده يبان لك لا ده سهل، ده أنا داخل بالكتاب. لا، أنت من النهاردة مع أول يوم لازم تغير مذاكرتك، ده أول حاجة، لأن نمط الأسئلة اتغير، ما بقاش بقى أسئلة الحفظ، بقى أسئلة الفهم. ولذلك أنت هتخش بكتاب الامتحان، استنى خش باللي، طب ما انا هغش، هقول لك لا، لانك مش هتلاقي الاجابه في كتاب المدرسه. فواحد يقول لي لا انت كده بتقول ان الامتحان من بره المنهج، هقول لك لا، من المنهج ولكن بيعتمد على الفهم. الاجابه نصيا مش موجوده في الكتاب ولكن معتمده على فهمك للموقف. والكلام ده هنفهمه اكتر واحنا بنتدرب على الاسئله، ولكن انا بدي لك دلوقتي انطباع عام، لان انت اول حصه في منهج الفيزياء ما انتش عارف يعني ايه فيزياء، ما انتش عارف يعني ايه نظام تعليم ثانوي، ما انتش عارف يعني ايه اوبن بوك، ما انتش عارف ايه امتحان الكتروني. فلازم ندي لك وقت الاول كمقدمه نفهمك الحاجات دي، لان بناء عليها هتعرف تشتغل معانا كويس. طيب، يبقى انا فهمت دلوقتي ان امتحاني السنه دي سواء في الترم الاولاني او في الترم الثاني اوبن بوك، يعني انا رايح بكتاب المدرسه معايا، ولكن مش هلاقي في الامتحان عرف التيار الكهربي، لاني لو فتحت الكتاب هلاقيه، ولكن هسألك أسئلة اشوفك فاهم التيار الكهربي ولا لا. يبقى اصبح الكتاب والمنهج وسيلة عشان اعرف اذا كنت فاهم ولا حافظ. خلي بالك، يبقى هنا معيار الحفظ ما بقاش ليه وجود. يبقى دي اول نقطة، الناس اللي كانت بتحفظ اركن الكلام ده على جنب، عشان انت في مرحلة اخترتها بنفسك فلازم تعرف متطلباتها ايه. زي بالظبط لما انا احب اروح طريق او اروح مشوار لازم اعرف الطريق، هو الطريق بيبقى اجباري مفيش اختيارات قدامي، يبقى انا لازم التزم بيه. طيب كويس، يبقى يا مستر دلوقتي انت دلوقتي عرفتني الامتحان اعدادي شغال بطريقة الحفظ والاسترجاع والتعريف والتعليل وقارن و و و، عشان انا احولك للنظام الجديد لازم من خلال التدريب، والتدريب من خلال المنهج واحنا شغالين. ولكن بقول لك في الأول كده شوية ملاحظات اكتبها في كراسة سر التفوق مادة الفيزياء، إن الامتحان هيكون أوبن بوك، يعني هيعتمد على الفهم وليس الحفظ. دي النقطة الأولانية. طيب، يبقى المنهج يا مستر اتغير ولا ثابت؟ هجاوب على كل الأسئلة اللي بترد إلينا من الطلاب في كل سنة بيتنقلوا فيها في المرحلة الثانوية مع النظام الجديد. المنهج ثابت ما اتغيرش، ولكن طبيعة الأسئلة هتتغير. هتتغير الأسئلة، هسألك إزاي دي اللي هتتغير، لكن هسألك في المنهج. ولكن إجابتك مش هتعرف تطلعها مباشرة من الكتاب إلا لو أنت فاهم. خلاص؟ وده اللي هنعمله معاك في سر التفوق في الفيزياء إن شاء الله. طيب، الامتحان أنا سمعت يا مستر إنه إلكتروني وهستلم تابلت وبتاع ومفيش ما بقاش فيه امتحان ورقي، مفيش قلم وورقة. بقى فيه تابلت بتستلمه مجانا، بيكون بتاعك، هدية الدولة لكل طالب في المرحلة الثانوية. التابلت ده
اداتك ان انت تحصل المنهج وان انت تمتحن، يعني هو اداة للمذاكرة والامتحان، فبالتالي تحافظ عليه. الامتحان هيتعرض عليه بقى الكتروني. يعني ايه الكتروني؟ يعني في وقت الامتحان من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل طالب هيبدأ ينزل لك الامتحان في صورة ام سي كيو. يعني ايه؟ يعني اختيار من متعدد، فبالتالي مبقاش في اسئلة علل. انا بتكلم في مادتي الفيزياء، تمام؟ وكل مادة بتختلف اختلاف صغير في طبيعة الأسئلة، لكن الفيزياء والكيمياء والأحياء أو فروع العلوم نفس الأسلوب. مبقاش فيه عرف، مبقاش فيه علل في الفيزياء، مبقاش فيه قارن، لأن دي كلها قلنا بتقيس الحفظ، فأنا مش هقيس الحفظ، أنا هجيب اختيار من متعدد. سؤال وبديك 4 اختيارات منهم إجابة واحدة صح، بس الإجابة مش مباشرة، يعني هتفتح كتاب المدرسة مش هتلاقيها، ولكن لو انت فاهم هتقدر تختار الإجابة. كويس؟ طيب كم سؤال يا مستر الامتحان؟ 20 سؤال ب20 درجة. يبقى انت عندك مادة الفيزياء عليها 20 درجة. طبعا كل شيء قابل للتغير، ولا نتكلم حتى تاريخه. طيب كويس جدا، يبقى انا دلوقتي عرفت انا همتحن ازاي واداتي ايه. همتحن امتحان اوبن بوك، اختيار من متعدد، اداتي التابلت يعني الكتروني من خلال التابلت اللي انا هستلمه من مدرستي. كويس، ايه هي الفيزياء بقى؟ يبقى ندخل بقى كده في الايه، في الماده بتاعتنا. انت عرفت دلوقتي ان انت في مرحله جديده بمتغيرات جديده خالص. طب ايه بقى هي الفيزياء؟ هقول لك هي مش ماده جديده ولا حاجه عليك، انت درستها قبل كده، بس درستها في وسط مجموعه مواد تانية لانك كنت صغير، يعني لسه طالب اعدادي، فمش عايزين عليك نكتر المواد، فحطينا لك الكيمياء والفيزياء والاحياء والجيولوجيا، 4 مواد في كتاب واحد جميل كده اسمه كتاب العلوم. يبقى العلوم اللي كنت بتدرسها قبل كده في ثالثه اعدادي لغايه شهرين من دلوقتي كانت فيها فيزياء، ولكن عشان احنا كبرنا وعايزين نتخصص وبدأنا نأهل نفسنا لمرحلة الجامعة، فكل فرع من الفروع دي سواء الفيزياء او الكيمياء او الاحياء او الجيولوجيا بدأ يكبر، فلازم يستقل بنفسه. فالنهاردة هندرس الفيزياء لوحدها معايا، هتدرس الكيمياء مع زميل، هتدرس الاحياء مع زميل، هتدرس الجيولوجيا مش السنه دي، السنه اللي في الثانويه العامه مع زميل، وكلنا هنا في خدمه الطالب. كويس جدا، بس